الشمس يعطي انطلاقة يوم جديد لمجموعة من الكائنات. تتميز الغابات المغربية بأهمية إيكولوجية بفضل تنوع النباتات والأشجار التي تزخر بها، كذلك تتوفر على العديد من الحيوانات المتعددة فصائلها. فكيف يمر اليوم في الوسط البري داخل غابات الأطلس؟ لقد انطلقنا لنغوص وسط البرية لمعرفة المزيد من المعلومات عن حياة هذه الكائنات. هنا توجد ممالك قردة المكاك البربري الذي أصبح مهدد بالانقراض. أصبحت معظم قردة المكاك تقتات يومها فقط من الزوار الذين يزورون الغابات للاستجمام، فهذا ما أصبح يشكل خطرا عليها عوض البحث عن قوتها اليومي داخل وسطها الغابوي. يعيش قرد المكاك في جبال الأطلس في غابات الأرز، ويقدر عدده بأكثر من 15,000 في المغرب ونحو 5,000 في الجزائر، إضافة إلى مجموعة محدودة في جبل طارق. إن قرد المغرب له قابلية كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية، وشعره يتغير خلال فصل الربيع إذ يكون لونه بنيا أصعب وقصيرا يتراوح طوله بين سنتيمتر وسنتيمترين، وفي فصل الشتاء بين الرمادي والبني ويصل طوله إلى 10 سنتيمترات. كما أن غياب الذيل يقلص مساحة الجسم المعرضة للبرودة. يلعب القرد دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي، لأنه يتغذى أساسا على مجموعة من الحشرات، وفي غيابه يحتمل فقدان هذا التوازن نظرا إلى التكاثر الكبير لليرقات الناخرة للأشجار الأرز. القرد وشجرة الأرز عنصران أساسيان في منظومة بيئية.